الحقيقة طيب تعتقد يا دكتور انه احنا النهارده يعني حتى انطلاقا من مقوله انه 57 دوله عربيه واسلاميه سوف تعترف للاسف بدوله الكيان الصهيوني المحتل، تعتقد ان احنا سوف نجد امر ما جديد مفيد ايجابي في هذه القمه، ولا تمر القمه ككل سابقتها بدون يعني بدون اي قرارات فاعله او حلول حقيقيه، ثم بيانات الشجب والتنديد، وبعدين نشوف هنجمع مبالغ قد ايه لاجل فلسطين، القله يدفعون والاغلبيه يتمصلون. يعني انا اشكرك واريد ان اعود بك الى الوراء قليلا، الى 8/11/87 حينما عقدت قمه الوفاق والاتفاق في عمان ايضا، وكان الوضع العربي ساخنا جدا، فكانت النتيجة عندما اختلف العرب وعندما تضايق ياسر عرفات رحمه الله، إن ماذا حدث؟ كانت انتفاضة 87 في ديسمبر 8/8، خلال شهر كانت الانتفاضة الحجارة العظيمة التي يشهد لها الجميع. نحن الآن نعيش مرحلة مهمة تشبه غليان 87 في الأرض المحتلة وفي غير الأرض المحتلة، ولا أعتقد أن عربيا واحدا يختلف على أن ضرورة أن يكون هناك موقف عربي واحد في مواجهة هذا الصخب الإسرائيلي العنصري الذي يريد أن يصدر عددا من القوانين الأبرتايد ضد الفلسطينيين، وأنت تعرف ذلك. ولذلك أنا هنا نحيي من خلالكم ريما خلف طبعاً، التي ضحت بوظيفتها، وإن كان بعض الناس يقللون من ذلك على اعتبار أنها بعد أيام أو بعد أسبوعين ستنتهي خدمتها، لكنها سجلت للعالم موقفا، يا عالم اشهدوا أنني أعترض على الضغوط الدولية ومن الأمين العام الذي ضغط عليها لسحب التقرير الذي يدين إسرائيل في تصرفاتها وسلوكها وممارساتها اليومية. ولعلنا نشاهد ما نشاهده كثير من المواقف، سواء ضد الأطفال أو ضد المرأة أو ضد الشباب أو ضد الأرض أو هذا الاستيطان الوحشي الذي أدانه العالم كله والذي يقف العرب جميعا ضده بوضوح.